دور تاع البعثة الإعلامية هو دور هام وكبير، لأن كل ما يحدث تما في مكة والمدينة باش يوصلنا عن طريق الصوت والصورة، أي بالإعلام. لهذا المهمة تاع الإعلام تكون كبيرة بزاف. واليوم أنا نشوف مثلا طرحتوا الأخت طرحت سؤال على السيد الوزير على المشاكل اللي ممكن تطرح، يكونوا ما يقولوش ما يكونوش مشاكل، يكونوا شي شكاوات يكونوا، لكن إن شاء الله تكون ناقصة. ولهذا احنا نطلبوا باش يكون تحسيس مش غير البعثة برك، وإنما تحسيس تجاه الحجاج باش يكونوا حتى هما سفراء الجزائر، مش غير أعضاء البعثة، كلهم سفراء، كل جزائري صورة للجزائر.